وبرضه فرصة نتكلم مع حضراتكم أكتر عن تفاصيل لقاء الأمس بشكل موسع، وكمان نتعرف على الرؤية التحليلية لبطولة سوبر جلوب مع الأستاذ كريم حسن عضو لجنة التحليل والإحصاء ببطولة العالم اللي منورنا حاليا على التليفون. صباح الفل على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير كريم، صباح الخير نواف، صباح الخير على جمهور الأهلي، صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك يا فندم. طيب عايزين في البدايه نتكلم مع حضرتك مبدئيا كده على لقاء الامس، كيف رايت هذا اللقاء؟ لقاء الامس امام فريق اكبر، طبعا اكبر حامل اللقب الوسطى الاوروبيه وفريق تقيل بطل اوروبا، وكان بينافس النادي الاهلي في الدور قبل النهائي للبطوله. النادي الاهلي قدم مباراه امبارح، مباراه متميزه، يمكن قدم مباراه امام بنفيكا كانت مباراه بدايه القوه والحماس، استهلك بدنيا في مباراه بنفيكا. امبارح الشوط الاولاني كان ولا اكثر ولا اروع بسبب النادي الاهلي، ويمكن كان في خطا اسلام حسن في الكره الاخيره، كان ممكن الشوط الاولاني يطلع تعادل بنتيجه 18-18. اسلام حسن امبارح كان مقدم مباراه يرد بيها على المشجعين بقدرات اسلام حسن، لولا سوء التوفيق اللي صادفه في الطرد في اخر 10 دقائق، في اول 10 دقائق من الشوط الثاني، كان اسلام حسن كان ماشي بشكل جيد جدا، كانت نسبته 5 من 5 في الاهداف بنسبه 100%، قدر ان هو يفضي مساحات كثيره، قدر ان هو يخترق دفاعات ماك بورك، وكان متميز من ناحيه التصويب والاختراقات. ماجد برج استغل في الشوط الثاني، لو جينا اتكلمنا فنيا يعني ماجد برج استغل فنيا التغييرات اللي بتتعمل من على الخط نتيجه للدفاع بتاع النادي الاهلي اللي هو بيغير مدافعين، استغلها من ناحيه السرعات بتاعته، ظهر بشكل يعني مش هنقول ظهر الارهاق على بعض اللعيبه كثيره في النادي الاهلي، لكن المستوى مبشر بالخير، والنادي الاهلي امبارح قدم مباراه بدايه التميز وبدايه الروعه، وان شاء الله مباراه النهارده امام كيلز يعني يمكن انا شايفها منظور مختلف، ان شاء الله الاهلي قادر النهارده ان هو يحرز منظمه بطوله العالم. طيب خلينا نروح مع حضرتك بقى من وجهه نظرك برضو، يعني خلاص لو هنتكلم احنا فرصتنا دلوقتي او احنا بننافس على الثالث والرابع، مين بقى اللي فرصته ان هو يعني زي ما بتقال كده نرشح للبطوله هذه النسخه؟ الاكبر مرشح الاكبر. النسخه ديت هي امتلاكات ثاني مره ما بين النسخه الماضيه، طبعا النسخه الماضيه كانت برضه عريضه بين برشلونه وباك بورك. باك بورك فريق متميز، فريق متكامل، لكن برشلونه استطاع ان هو يلعب بعناصر متميزه، وانا شايف ان كابتن برشلونه هي الاقرب نتيجه لتواجد افضل حراس مرمى، افضل حارس مرمى في العالم فابريجاس، فده هيدي له تحيه اكتر، بجانب ان الفرقه منسجمه مع بعض بكامل الخطوط بتاعتها، ومعظمهم بيلعبوا مع بعض انتخابات بقالهم فتره كبيره. كويس، المهم نشوف لعبه برضو كويس، ده اللي احنا اكيد في الاول في الاخر بنبقى عايزين، وان شاء الله احنا نعوض لسه كده كده فرص قدامنا كتيره جدا. شكرا ليك. شكرا. هو انا بس مع احترامي انا اتفضل يا فندم اتفضل، انا عايز اعلق على حاجه بس كان قالها يمكن النادي العربي، النادي الاهلي هو النادي العربي الوحيد اللي حصل على مركز متقدم في البطوله، يمكن انا بختلف معاك يا كريم، هو النادي الاهلي هو النادي الافريقي صاحب الامتياز الاكبر في افريقيا بالحصول على المركز الثاني، ولكن بالنسبه للبطوله للعرب هنقول ان احنا عندنا كان استاد القطري احرز لقب البطوله ديت عام 2002 في الدوحه، يمكن هو ده النادي العربي صاحب برونزيه بطوله العالم، صاحب ذهبيه بطوله العالم. تمام، اشكرك جدا يا فندم، شكرا ليك على هذه المداخله، هو كان بيوضح انت سمعته، كان بيوضح على معلومه احنا كنا قلناها.